كلنا عارفين الإعلانات وعروضها المبهرة والمشجعة جدا عشان تشتري المنتج اللي بيعرضه لك، لكن دايما بيكون في كده في جملة صغيرة جنب الشاشة ومش بيشاف أصلا مش بتتقال: تطبق الشروط والأحكام. دايما الجملة دي بيكون فيها التفاصيل اللي ممكن تضايقك. فبرضو الدوري المصري نفس الكلام، في بداية كل موسم يقول لك إنه في عدالة تحكيمية ونثق في الحكام المصريين، الحكام المصريين مش بيتعمدوا أبدا محاباة نادي ولا ظلم نادي، لكن برضو تطبق الشروط والأحكام. إيه هي بقى شروط وأحكام الدوري المصري؟ إن فريق بعينه وهو نادي الزمالك ياخد كوتا من النقاط عن طريق بقى ضربات جزاء، أهداف وهكذا، لازم ياخدها كل سنة عشان ياخد له كام نقطة كده. وفي نفس الوقت برضو النادي الأهلي اللي هو متهم أساسا إن هو بيتجامل من الحكام يتخصم منه في كل موسم كام نقطة عشان نعمل منافسة وهمية، عشان نعمل منافسة بفعل فاعل بفعل أخطاء الحكام. ده مش كلام مرسل ولا كلام مؤامرات زي ما هما بيقولوا، احنا هنا بنقول بمعيار آراء خبراء التحكيم في القنوات المحايدة. أنا هنا مش جايب آراء رأي خبير تحكيم في قناة الأهلي، لا، رأي خبراء التحكيم في القنوات المحايدة هتلاقيني جايبهم كلهم لينا وعلينا، وبتحدى أي حد في قناة الزمالك أو غيرها يكذب كلامنا بآراء خبراء التحكيم في القنوات المحايدة. ما تجيبليش أي رأي خبير تحكيمي لقناة أهلي ولقناة زمالك. ومن غير ما نطول عليكم هنبدأ النهاردة في حلقة مهمة جدا عشان الناس اللي بتتكلم في كل موسم عن إن التحكيم ظلمها وبتطلع بيانات وبتهدد بانسحابات، في الآخر ما بتعملهاش طبعا، لكن في الآخر كل مرة بيكون نادي واحد بس هو متجامل وهو نادي الزمالك، وأنا بحدد كلامي ونادي واحد بس هو المظلوم وهو النادي الأهلي. وده اللي هنشوفه في الحلقة دي من درع الأهلي، معاكم أحمد قيشو، ويلا بينا نبدأ. هنستعرض في الجزء ده الأخطاء التحكيمية المؤثرة في مباريات النادي الأهلي. بنتكلم هنا عن الأخطاء المؤثرة في النقاط سواء بقى خلت الأهلي يتعادل أو حتى يخسر. النادي الأهلي يتعادل في الإجمالي 4 مباريات منهم 3 مباريات بفعل فاعل وهو أخطاء التحكيم المؤثرة، اللي هم إيه؟ مباراة الأهلي ودجلة، عندنا ضربة جزاء من شد علني من مدافع دجلة للاعبنا أحمد رمضان بيكهام أمام عين الحكم أحمد الغندور وأمام شاشات الفار، ورغم كده خبراء التحكيم بيأكدوا إن طبعاً دي ضربة جزاء، لكن رغم كده الحكام سواء حكم الساحة أو حكم الفار ما شافوش إن دي ضربة جزاء مستحقة للنادي الأهلي، وبالتالي ظلم النادي الأهلي في مباراة وادي دجلة واستحق نقاط المباراة كاملة، يعني اتظلم في نقطتين. هنا طبعاً هنا الخطأ وداخل منطقة الجزاء كانت لابد الخطأ موجود وركلة الجزاء يعني. والفار فين يا كابتن؟ الفار ما شافش خلاص بقى. يعني أحمد الغندور كان يعني لعبة الشد قريب يعني، لكن ما تعرفش بقى الفار ما شافش اللي عنده ايه، ما انا ما اقدرش احكم في. نروح للمباراة الثانية وهي مباراة البنك الاهلي، واللي برضه انتهت 0-0 وكان فيها خطأين تحكيميين. الخطأ الأول هدف صحيح ملغي للنادي الاهلي، لاعبنا ايمن اشرف، كرة عادية جدا اتسجل زيها اهداف كتير جدا في الدوري المصري وفي اوروبا وكلها اتحسبت، وعشان كده في خبير تحكيمي أجنبي أكد إنها هدف صحيح للنادي الأهلي، وطبعاً معظم خبراء التحكيم أكدوا على صحة هدف النادي الأهلي اللي ألغاه الحكم. وبرضو في ضربة جزاء من لمسة يد على لاعب البنك الأهلي، الخطأين دول أثروا في نتيجة المباراة وبرضو حرموا الأهلي من نقاط المباراة كاملة، يعني ظلم الأهلي في كمان نقطتين. لو ساند قبل ما يلعب الكره هنقول هنا ايه اهي، لا هنا هيبقى في خطا، انما هنا لما نشوف هتلاقي لعيب النادي الاهلي وهو طاير في راسه خلاص ده طاير عادي. اسال حضرتك سؤال يا كابتن، حضرتك حكم وحسبت والفار قال لك فاول، تعمل ايه؟ تمام، مش هروح للفار خلاص. نروح للمباراه الثالثه والتعادل الثالث بفعل فاعل امام بيراميدز،
والحكم جهاد جريشة. الحكم جهاد جريشة المتهم بمجاملة الأهلي وظلم الزمالك حرم النادي الأهلي من فوز مستحق على بيراميدز من خلال عدم احتسابه لضربة جزاء واضحة وضوح الشمس. كرة من أبجديات ضربات الجزاء، لاعب النادي الأهلي واخد الكرة ولاعب بيراميدز أحمد سامي اللي هو يمثل عقدة ما لكابتن جهاد جريشة لاعب رجل لاعبنا محمد شريف، وقدام عين الحكم جهاد جريشة وأمام حكم الفار، وبرضه عدت وما اتحسبتش. مش كده وبس، في نهاية المباراة في هدف صحيح ملغي للنادي الأهلي، وهنا بقى بنحط علامة استفهام وتعجب كبيرة جدا، لأن الحكم جهاد جريشة ما استناش الكورة حتى تدخل جون، هو صفر بمجرد ما شاف التحام عادي جدا بين بواليا وشريف إكرامي، وصفر عشان حتى يمنع الفار، يعني قال يعني انه هيتدخل يعني عشان يمنع الفار من انه يصحح خطأه ويحسب هدف صحيح للنادي الأهلي. ورغم كده برضو اللعبة دي يعني لو احنا مش هنحسبها هدف للنادي الأهلي هيكون فيها ضربة جزاء صحيحة للنادي الأهلي من أنطرة أحمد سامي برضو للاعبنا بواليا. يعني أنت هنا في لعبة واحدة ظلمتني مرتين، لا حسبتلي هدف صحيح ولا حسبتلي ضربة جزاء، أنت عاقبتني في مرتين في لعبة واحدة. وطبعا إجمالي المباراة قلنا ضربة جزاء وهدف صحيح ملغي للنادي الأهلي، إذن لتالت مرة يتحرم الأهلي من نقاط المباراة كاملة، وتالت مرة يخسر الأهلي نقطتين بفعل فاعل وهو الحكم جهاد جريشة. تلم الكرة لما نعمل بلاي هتلاقي فيه مهاجمة من لعيب نادي بس نقف هنا خلاص، دي ركلة جزاء واضحة، منافسة على الكرة، الكرة وقعت من إيد شريف، ده تنافس عادي جدا، تنافس عادي جدا، وأنا أبرر الكرة دي. أنا لو حكم مباراة أكمل اللعب لسبب بسيط، أنا لو حارس المرمى وطلع أمسك الكرة وفي دفع لازم الكرة تنزل قصادي. نروح لآخر مباراة وهي مباراة الأهلي وغزل المحلة، واللي خسرها الأهلي 0-1 لصالح غزل المحلة. هنا أنا بتكلم تحكيميا، فنيا الأهلي ما كانش يستحق الفوز أبدا، فنيا احنا قدمنا مباراة في منتهى السوء، لكن كتير جدا في الدوري المصري وحتى بطولات اوروبا وكؤوس عالم في فرق كتير بتكسب مباريات وهي مش احق بيها وهي بتقدم اداء متواضع، ده طبيعي. لكن اللي مش طبيعي ان الحكم يتطوع ويعاقبني. ما ينفعش حكم يحسب ويسجل اللي هو فريق غزل المحلة هدفه من فاول غير صحيح، وكمان ما يحسبليش ضربة جزاء لمحمد هاني من ضربة جزاء أقر بها الحكم، طبعا كل خبراء التحكيم يعني بما رأسهم طبعا سمير عثمان وأحمد الشناوي، وكمان ما طردش لاعب المحلة ومدافع المحلة وكرة طرد مباشر، يعني الحكم مسؤول عنها والفار مسؤول عنها، وحتى بالإنذار الثاني في الدقيقة 70 برضو ما طردش اللاعب. طيب نشوف بعد كده هدف المحلة. نعم. الفاول اللي اتحسب على النادي الاهلي لا يوجد شبهه فاول فيه. ادي اللعبه اتنين رافعين رجلهم بيلعبوا الكوره مع بعض، الفاول مش موجود. نعم، رامي ربيع خد الكوره، خدوا الكوره يعني الاثنين مع بعض عندهم فرصه في لعب الكوره. هنا بقى دي لعبه محمد هاني، نشوف قدم اللاعب المحلي اهو بالشكل ده اهو. خلاص حط قدمه امام قدم لاعب محمد هاني اللي هيجي فيه. يعني حط رجله على برجله في فخذ لاعب محمد هاني، خلاص محمد هاني لازم يسقط بالشكل ده. فطبعا هي دي ركله جزاء واضحه. اذا احنا قدام هنا تعمد لتعطيل النادي الاهلي بتسع نقاط كامله، يخلوا رصيد الاهلي من 37 نقطه حاليا ل 46 نقطه. احنا قدام تعطيل متعمد للنادي الاهلي من الحكام المصريين، ورغم كده بيتهموا انهم بيجاملوا النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي مش بيتجامل، النادي الاهلي بيتظلم، كل موسم بيتظلم وبيدفع ثمن، يعني عقده اضطهاد زملكاويه، وانهم شايفين ان في دايما ابتزاز من الزملكاويه للحكام المصريين عشان يجاملوا الزمالك وييجوا على الاهلي. نتمنى ان الحكام المصريين يتخلصوا من عقده الذنب دي بقى ويبداوا يحكموا تحكيم عادل يدي كل فريق حقه. انا عايزك تجاملني وتظلم الزمالك، عايزك تديني حقي بس، ولو اخذت حقي
فناخد الدوري كل سنة بشكل مرتاح جدا. أتمنى تكون رسالة وصلت للحكام، وأتمنى برضو من لعبة الأهلي إنها تعترض بشكل لائق وتطالب بحقها. وبرضو بطالب جمهور النادي الأهلي، مفيش حاجة اسمها أنا وحش فمينفعش أطالب إن الحكام تديني حقي، لا، لو أنا وحش برضو ممكن أخد حقي. الحكام مش مسؤوليتها إنها تعاقبني عشان أنا وحش فنيا، لا، أنا أخد حقي حتى لو كنت وحش فنيا. ونروح بقى للأخطاء التحكيمية المؤثرة في مباريات الزمالك، وهنتكلم هنا اللي استفاد فيها الزمالك واللي اتظلم فيها الزمالك. وكالعادة معيارنا آراء خبراء التحكيم في القنوات المحايدة، أرجوكوا تركزوا في الكلمة دي. نبدأ في مباراتين كده بيراميدز رايح جاي. في الدور الأول انتهت 1-1، كان في الدقيقة تقريبا يا إما الرابعة يا إما السابعة، كان في هدف صحيح ملغي لبيراميدز بداع التسلل، وده الهدف الوحيد اللي ألغاه الحكم والفار، وما شفناش خطوط فار للهدف ده لغاية دلوقتي. طبعا ده مش كلامي، ده كلام حتى الحكم سمير عثمان اللي أكد برضو إنها هدف صحيح، والبيرو ما بيوضحش إنها فيها تسلل، عشان ما حدش يقول لي رأي كابتن أحمد الشناوي. هنا بقى أنا باخد رأي اللي أنا عايزه. هنا أنت عايز تاخد رأي كابتن أحمد الشناوي أنت حر، عايز أنا أخد رأي كابتن سمير عثمان أنا حر. هنا أنا باخد رأي خبراء تحكيم محايدين في قنوات محايدة، وبقول لك الرأيين كمان أهو. بالتالي هنا الزمالك استفاد بعدم احتساب هدف صحيح لبيراميدز، وبنأكد إن ده الهدف الوحيد اللي مفيش خطوط فار اتعملت فيه، مفيش خط كده رأسي وخط أفقي وكل الكلام ده، ما حصلش أبداً في اللقطة دي. وخد المفاجأة بقى، حكم الفار في المباراة دي كان الحكم جهاد جريشة. أنا بالنسبة لي الكرة دي هدف سليم، وهقول لك ليه هدف سليم من وجهة نظري أنا طبقا البتاع. أما نيجي نبص يا كابتن أحمد هتلاقي رجل مدافع نادي الزمالك داخلة مع خط السكس ياردة، أما نشوف كتفه هتلاقي كتفه هو اللي مغطي بجزء بسيط جدا، كرة بسيطة. نروح للمباراة الثانية واللي أدارها بقى الحكم جهاد جريشة، واحتسب ضربة جزاء هي فضيحة تحكيمية. في فرق بين الخطأ التقديري أو حتى الخطأ الكبير والخطأ الفضيحة. الفضيحة هي الكرات اللي ما تحتملش أبداً أي تفسير، كرة واضحة جداً، لمسة يد متعمدة أو مش متعمدة. الكرة دي كل أنت أصلاً حتى أنا مثلاً مش خبير تحكيمي، لكن قلت أن أتحدى كل خبراء التحكيم أنهم يقولوا أن الكرة دي مش ضربة جزاء. لازم يقولوا مش ضربة جزاء، لان دي الف ب اراء خبراء التحكيم، هم اللي علمونا ان لما تكون الكوره جايه بمسافه بسيطه جدا واللاعب مش متوقعها فده اسمه ارتداد غير متوقع للكوره. الكوره مسافه بسيطه، ايد اللاعب داخل جسمه، بالتالي مش بيكبر محيط جسمه، وكمان الكوره اصلا طالعه بره المرمى، يعني الكوره طالعه مش جايه في الجون يعني. بالتالي كل العوامل بتؤكد ان دي مش ضربه جزاء. لكن رغم كده لما الحكم جهاد جريشة راح للفار يشوفها حسبها ضربة جزاء. هو تقريبا أو مش تقريبا، هو أكيد شاف كورة أحمد سامي ولمسة يد أحمد سامي في ماتش المقاصة مش ماتش بيراميدز، لأن اللي يحسبه ده مش حكم عادي، ده اللي يحسب ده حكم بيعوض، حكم لسه عنده عقدة ذنب وشايف إنه هيطلع عينه من الزملكاويه لو ما حسبش لمسه يد على احمد سامي، هيتفتح له القديم والجديد. ورغم كده ورغم احتسابه لضربه جزاء غير صحيحه باجماع فقهاء التحكيم في كل القنوات على انها مش صحيحه، وبرضه عدم طرد مباشر لطارق حامد لاعب الزمالك، طبعا واخد حصانه، دي فيه طبعا حصانه تحكيميه مش معقوله يعني، فطبعا دي حاجه من البديهيات التحكيميه في مصر يعني. المهم إذن إحنا في المباراة دي الزمالك أخذ نقطة تعادل مش من حقه، لكن رغم كده وبعد المجاملات دي كلها بيطلعوا يقولوا إنه الحكم جهاد جريشة بيجامل الأهلي وبيظلم الزمالك. تحليلي أنا الكرة دي يستمر اللعب.
تمام يعني مش ضربه جزاء. من وجهه نظري انا طبقا للصوره والتحليل الفني اللي انا بقوله كحكم الكره دي ما فيهاش ركله جزاء لسبب بسيط، الايد مش مكبره الجسم، الايد داخل الجسم مع استخدام الاندرستاندينج فوتبول اللعيب بيطلع الكره لبره. نروح للمباراه الثانيه وهي مباراه الزمالك وانبي اللي فيها طبعا الزمالك فاز فيها 2-1 وكان فيها ضربتين جزاء لم يحتسبا لانبي، ضربتين جزاء من عجائب الكوره، دفع وزق علني من لاعبي الزمالك في ظهر لاعبي انبي، ورغم كده قدام الحكم والفار، الحكم كان محمد الصباحي والفار، ورغم كده ما حسبوش اي حاجه في الاثنين. إذن احنا امام مجاملات فجه لصالح الزمالك في المباراه دي، كان يستحق الزمالك يخسر مش يفوز، بالتالي يتخصم منه 3 نقاط مع نقطتين ماتش بيراميدز رايح جاي، يعني اتخصم منه 5 نقاط كامله. لو انت حضرتك حكم المباراه دي ورحت شفتها في الفار هتقرر ايه؟ لا في ركله الجزاء طبعا، ركله الجزاء طيب انا بحلف ركله الجزاء موجوده مفيش كلام، الدفع للاعب خلاص يعني ما هو يعني الايد لما هتفرد كده بالشكل ده وافقد اللاعب توازنه، فبالتالي دي ركله الجزاء لم تحتسب. لكن لان احنا ناس محترمين، لان احنا ناس بنقول اللي لينا واللي علينا بآراء خبراء التحكيم، أنا مش بقولك رأي الشخص هنا، بآراء خبراء التحكيم الزمالك اتظلم في ماتش واحد في الدوري المصري وهو ماتش أسوان اللي انتهى 0-0، كان فيه ضربة جزاء لم تحتسب للزمالك في الماتش ده، وبآراء خبراء التحكيم يعني الزمالك يستحق نقطتين كمان، يعني ياخد 3 نقاط، يعني هنخصم من 5 نقاط نقطتين اللي هما نقطتين زيادة عن نقطة التعادل، عشان ما حدش يقول ليه مش حاسب 3، يعني هي بتحسب كده نقطتين عن نقطة التعادل، يعني هنخصم من 5 نخصم نقطتين، يعني الزمالك يتخصم منه 3 نقاط. إذا رصيد الزمالك دلوقتي 41 نقطة، نخصم 3 يبقى رصيده 38 نقطة، وقلنا رصيد الأهلي الحالي 37 نقطة، المفروض يكون يضاف له 9 نقاط، يعني يبقى رصيده 46 نقطة، يبقى الفارق الحقيقي لو في عدالة تحكيمية حقيقية كاملة في الدوري المصري يبقى الفارق بين الأهلي والزمالك 8 نقاط لصالح النادي الأهلي، مع كمان فارق مباراتين لسه ما لعبهمش النادي الأهلي. إذن الناس اللي بتكلم وكل موسم بتقول ان احنا مظلومين وان احنا مش بناخد حقنا والحكام بتجامل الاهلي، تعرف انها لولا الحكام المصريين واخطائهم مش هيصدروا جدول الترتيب لغايه دلوقتي، وكان النادي الاهلي هو اللي هياخد حقه ويتصدر الجدول بفارق 8 نقاط مع افضليه مباراتين لصالح النادي الاهلي. اذا اراء خبراء التحكيم، الاراء المحايده بتقول ان النادي الاهلي هو اللي بيتظلم ونادي الزمالك هو اللي بيستفيد، محدش يقول لي العكس، محدش يقول لي اراء خبراء التحكيم في قنوات فئويه، انا بتكلم قنوات محايده بتاكد ظلم الاهلي ومجامله الزمالك. اتمنى تكون رسالته وصلت للحكام، رسالته وصلت لجمهور النادي الاهلي انه يدعم فريقه ويتكلم يقول لما دراعك تتكسر من حقك تقول حتى لو كنت اجمد راجل في الدنيا، لازم تقول لازم إدارة النادي الأهلي بتقدم بيانات وحقها تماماً تطالب بحقها في حكام أجانب، أنا عايز حكام أجانب عشان هدفع فلوسهم عشان أنا مش شايف إن في عدالة، وادي قلنا أهو 8 نقاط فارق. إذن النادي الأهلي مظلوم تحكيمياً بشهادة آراء خبراء التحكيم. ده اللي عندنا في الحلقة دي، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، أشوفكم الحلقة الجاية والسلام عليكم.